هذا الشجر اللي وراي يا اخوان اسمه كويكن اسبن، ولما معنى الحور اللي بيطلع صوت يعني بمعنى اخر. في ميزه كثير حلوه او ممكن تكون ميزه مخيفه على جذوع الاشجار او على اساس الشجره، عليها اشكال هاي النوع من الحور مثل اشكال العيون. راح اقلب الكاميرا بحيث تشوفوا، زي ما انتم شايفين كلها اشكال عيون هون، شايف هاي عين هاي عين. طبعا هذا النوع من الحور هو اصله جاي من اوروبا، ولكنه متواجد بكثره بوسط الى غرب امريكا. زي ما حكينا اسمه كويكن اسبن، ولو نوع من انواع الحور لما يمر عليه الريح بيطلع صوت عالي شوي زي ما راح تسمعوا. بس بتلاحظ انت يعني شايفين كيف زي مناظر العيون. هذا اشي رائع بالنسبة لهذا النوع من الشجر، وهو نوع من انواع شجر الحوريات. بعض الابحاث بتقول هو نوع من انواع الصنوبريات، بس بتوقع انه غلط، هم قصدوا عن شيء ثاني، لانه هو مبين حور يعني. هاي الصنوبريات وهاي الحور. وهذا شجر الحور، وسبحان الله اي منطقة فيها شجر الحور بتلاقي هواها عليل، وبتلاقيها منطقة هيك رائعة وبتسوى القعدة. بس انا الاشي المضحك بقول يعني، شوفوا هاي العين، بقول هذول الناس تبعين زمان لما كان يمر بالليل يكون معاه ضو ولا مشغل قنديل ولا حاجة، وشوف هاي العين قباله. اصلا معروفة ان هاي الاشياء بتخلي واحد تدعو الواحد للتخيل، بصير يتهيأ له اشياء، وخصوصا اذا كان منطقة مظلمة، لانه الدماغ منطقة مظلمة بصير اي اشي مش قادر يشوفه بصير هو يعبي من عنده. فلك ان تتخيل هذا الحج اللي كان طاش بين الحور ايام زمان قبل ما يصير مرحلة التمدن، وهو ماشي مع هالوادي واضع جدع هالشجرة، ولا هي عين قباله وعين هناك وعين هناك. اكيد هو يعني اكيد انه شعر بخوف شديد، لانه بصراحة في عيون كبيرة في عيون صغيرة. هو علميا هاي العيون بتصير، خلينا نشوف عين قريبة مننا. هاي عين هاي عين. شو قصة العيون هاي؟ هذا النوع من الشجر هو شجر تنافسي بالنسبة للضوء، بمعنى انه بقدرش يعيش بالظل، ما بقبل انه يعيش بالظل، لازم يطلع الشمس. فاذا كان حواليه اشجار ثانية من نفس نوعه او من نوع اخر مكتظة زي ما احنا شايفين هون، فهو بحاول انه يرتفع للاعلى. فاللي بصير هو كان في جذع بده يطلع من هون، فقامت الشجرة في سبيل انها تطلع للاعلى وتصل للشمس، وقفت عنه المصل اللي بتغذى عليه بحيث يقع الجذع لحاله وتقدر هي تطلع وتركز قوتها انها تطلع لمسافات اعلى. فهي بمعنى اخر، معنى فلسفي، ضحت بابنائها عشان هي تقدر تبقى على قيد الحياة وتورث ابناء ثانيين بالمناطق العالية، واللي هي الجذوع اللي بتشوفوها فوق. هي بس قصة الجذوع اللي كانت موجودة خلال مرحلة النمو، بس خلت الجذوع اللي طلعت بعد ما هي وصلت للنور وصارت بارتفاع مناسب. فهاي الكويكن اسبن، هذا الحور الاوروبي او الحور الامريكي.